ارجوك استاذ مروان حابب تشوف حل شوف حل الموضوع ده. لا طب ماشي موافق. يعني مش هكلم كتير عن كريم، بس هو يعني انا بالنسبه لي تكريم ده تكريم، مش عايز اقول متاخر، بس هو اكثر من مستحق. و يعني ما اعتقدش ان في اثنين بيختلفوا على موهبته وعلى حب الناس ليه، وهو من الممثلين اللي دايما بقول ان هو عنده روح المغامره ومستعد يغير جديد ومستعد يروح في حتت ما راحهاش قبل كده. وعشان كده المهرجان السنه دي لجنه استشاريه للاجماع كانوا متفقين على الاسم ده. فانا مش عايز اطول عليكم، خلونا نرحب بالنجم الفنان كريم عبد العزيز. اتفضل. اي حاجه اسمحولي ارحب بصاحب الكبير استاذ طارق الشناوي. اتفضل يا مصطفى. معلش انا الوحيد اللي عارف الظل، معلش سامحوني. قبل ما نبدا هنشوف فيديو قصير كده بدايته دقيقه وبعد كده نبدا ننادي. شكرا. انا بعد بس الطريق كان زحمه جدا. مش عاوز ازعلك عشان انا بحبك. شوف ايه اكتر حاجه مميزه فيه ولعوا عليك. صباح الفل يا زينب الكل، معاك رضا المسيري من شركه المصريه للمبيعات. نحن نختلف عن الاخرين خالص. ممكن اسال سؤال محب؟ انت عارف ايه اكتر حاجه بتقف ما بين الراجل وسعادته وفؤاد؟ انا بس مش عايز افسر عشان الحبل السري يعني. توكلنا على الله. انا ما اعرفش ليه استاذ محمد حفظي قال لي رايي، مش فاهم مش فاهم مين يعني؟ اوكي. بيتفائل اصلا. مساء الخير. الحقيقه زي ما قال الاستاذ محمد حفظي الكاتب والمنتج ورئيس مهرجان القاهره، انه واحنا في اللجنه العليا مجرد انه احد الاعضاء واحنا بنفكر من نكرم جائزه مهمه جدا، جائزه فاتن حمامه، واحد قال مش هقول اسمه كريم، فتقريبا التسعه الموجودين قالوا نفس الاسم، وكان في اجماع على ان احنا اخترنا الشخص الملائم في اللحظه دي. دايما بنقول انه يعني واحد مثلا يتولد في عيله غنيه او على الاقل ميسوره الحال، فدي بتبقى حظ. كريم في الحد في الدنيا من عيله ماديه ميسوره الحال. انه يتولد ويصحى يلاقي مثلا والده بيتكلم عن سيناريو عادل امام بيتصل بيه او بيتكلم ساعات مع صديق، يعني الاجواء دي ايضا ده حظ عند ربنا. واحد نفس الكريم وجد نفسه في هذه الدنيا، انك يبقى عندك قدر من الوسامه برضه بتاعت ربنا. ايضا كريم لقى ده موجود، قدر من خفه الدم، قدر من الذكاء، الجو المحيط بيك نفسه، مناخ صحي جدا، كل دي حصلت، بس مش هي السبب فيما استطاع ان يحققه كريم. انا بعتقد انه اهم حاجه عند كريم انه لم يستسلم لاي شيء من اللي انا قلته، ولو كان مثلا من عيله فقيره كان هيبقى برضه كريم، ولو لم يكن من عيله فنيه كان هيبقى برضه كريم، ولو لم يكن وسيما ايضا كان هيبقى كريم. هو بالنسبه له كل ده ما كانش هو السبب، هو اشتغل على نفسه دايما بيحاول يقتل شيء بنشوفه دايما مع الهجوم، وهو احساس الهجوميه. وانا رايي ان ده اكبر خنجر ممكن يوجه للمبدع عموما عندما يشعر بالهجوميه ويبتدي يبقى في مسافه. كريم قطع المسافه دي، هو لغايه اللحظه دي هو بالنسبه له يراهن فقط على الممثل،
ممكن يعيش هو الممثل، وان النجم اي مكان الوهج فتره زمنيه. كل دي قناعات ما اعتقدش ان هو حد القناعات، هو اتولد بيها. كريم عنده ميزه مهمه انك تصدقه في كل الاحوال. ابن باشا ماشي، ابن راجل فقير جدا ماشي، شرير يعدي، طيب معقول. يعني القدره على التلون فيها جزء رباني في الملامح، تصدق الملامح في كل احوالها، في جزء وجداني، وده بيتمتع به بشكل كبير جدا. طبعا احنا ولاد الزمن، كريم في زمن يعني قلنا من 97 بنتكلم على مرافقه ربع قرن، في زمن ظهرت فيه اشياء كثيره، يمكن اهمها التعبير الشائع السينما النظيفه. الممثل مهما كان او النجم مهما كان مش هيغير قانون، من الصعب انك تغير قانون، الممثل لا يملك تغيير القانون، وبالذات لما بيكون القانون له علاقه بالمجتمع مش دوله، ده مجتمع. مجتمع بقى فيه شيء من التحفظ، مجتمع بقى له احكام مسبقه على المشهد، ملوش علاقه بالدراما بقدر ما له علاقه مباشره بفكره الاخلاق. فكريم تواجد ايضا في ظرف فيه انتشرت شعار السينما النظيفه، وده انا بعتقد ان هو تعبير مهين للفن، لانه عكس النظافه مش ممكن يبقى الفن نظيف. يعني فمجرد انك انت تصف الفن بنظافه او عدم نظافه فانت كده بتصف الفن، لكن تواجد في ظل هذه القاعده اللي انا بقول انها ليست دوله وبقدر ما هي مجتمع. لان الدوله مثلا لا تمنع الولاد في الافلام بالمناسبه، لكن اللي بيمنعها ممكن يبقى جزء من المجتمع ويحكم على الممثل او الممثله هو عمل مشهد ده ولا ما عملش. فالحقيقه في كمان عوائق، الظرف الزمني ما كانش كله مواتي، لكن كريم فضل بقدر المستطاع يقدم قناعاته هو. الحقيقه لما طفل يكبر معانا، هو طبعا كريم شفناه طفل لكن ما شفوش على الشاشه مراهق، فجاه جه دخل معهد السينما، ورغم يعني او برغم ان الوالد مخرجنا الكبير محمد عبد العزيز هو استاذ طبعا كريم، لكن كان ايضا استاذي في معهد السينما وانا بديله كل يعني اعتزاز. نفس الاب كان مشفق على ابنه او خايف على ابنه او بالاخر مش عايزه يخش هذا المجال. ولكن وهنا بقى دايما نفكر فكره، هل الاب او الام اكتر ناس يقدروا يحكموا على الموهبه؟ احنا دايما بنعتقد كده، وانا رايي لا، لانك انت بتبقى لما قريب من الشيء ما تقدرش تشوفه. يعني اي حاجه لما تقترب من عيوننا لا نراها، فما بالك عندما يقترب من الوجدان؟ يعني الابن او الابنه يقتربوا من الوجدان فلا تستطيع ان تراهم بشكل جيد، كان الاشفاق والخوف مسيطر على الاب، فمش عايز الابن لا يشتغل مخرج ولا يشتغل ممثل. لكن داخل كريم اراده وجدانيه وملمح رباني ان انت هتبقى في هذا المكان وهتحقق تلك المكانه، ومن هنا بدات الرحله وهي رحله متنوعه. الاول شريف عرفه، والغريبه انه اللي عرف شريف عرفه على كريم كان مروان حامد، واللي بدأ مروان حامد في السنوات الأخيرة بقى في علاقة حميمة بينه وبين كريم. يعني مروان كان البداية لأنه كان يعرف إنه في رغبة عند كريم رغم إن هو قسم إخراج إن هو يمثل، ورشحه لشريف. شريف قال لي يمكن كريم ما عرفش المعلومة دي، إنه لما شافه كان في ذهنه مشهد يجربه في مشهد، بس قال لي ما كنتش محتاج المشهد ولا عايز اعمل بتست، كنت واثق ان هو ده اللي انا ببحث عنه من غير ما يمثل. يعني من غير ما يمثل المخرج حكم عليه ان هو ده اللي هيلعب الدور ده لتبدا الرحله وتستمر القرابه يمكن يعني فوق ال 20 فيلم، وهو رقم ليس كبيرا بالمناسبه بالنسبه للزمن القديم، لكن بالنسبه لهذا الزمن اصبح الرقم ده رقم يعني معتبر. انا عارف انه عند حضراتكم اسئله كتير، مش عايز احتكر الكلام لنفسي لانه
يعني كريم يعني في كل واحد في جزء جواه وتساؤل جواه يحب انه يسمع اجابته من كريم مباشره. بس قبل كده كان كريم عايز يقول كلمه ولا؟ انا متشكر جدا على الكلام استاذ طارق، وانا فرحتي بالجائزه دي بالذات من مهرجان القاهره السينمائي، مهرجان بالتاريخ ده بالعراقه دي بالاسماء، اسماء الاساتذه والعظماء اللي كرموا قبلينا. انا بها يعني انا بتعامل معاها هي من اهم ايام حياتي. فانا بشكر الاستاذ محمد حمزي، الاستاذ محمد، الاستاذ طارق الشناوي وجميع القائمين على المهرجان. انا جاهز. انا جاهز. هنبدا الاسئله. اي حد بس عايز يسال يرفع ايده ويقدم نفسه. اتفضل حضرتك. مايك فين؟ مايك الاسئله فين؟ قدم نفسك. احمد الضابع الصحفي الاهرام، منورنا يا كريم بجد والف مبروك على التكريم. هو سؤالي اقرب الى عتاب شويه. يعني انت مقل، يعني مش مقل، دايما تحضيراتك للاعمال الفنيه سواء سينما او تلفزيون بتاخد وقت طويل، كل سنتين كل ثلاثه. هل ده بطبيعه يعني تحضر نفسها يعني بتاعت الاعمال، ولا طبيعه حضرتك انت بتحب الاعمال فيها تراوي وتحضر لها براحتك؟ بص هقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه. هما النقطتين، يعني احنا كجيل بدايه من ظهورنا كلنا كجيل انا او زمايلي كان عكس الجيل اللي قبلينا في غزاره الافلام اللي بنعملها. كنا بنعمل فيلم وبعدين نستنى لما ينزل ونبتدي نحضر الفيلم اللي بعديه. فهو كان يعني اقدر اقول هي غلطه، بس غلطه كانت سمه الجيل باكمله. واعتقد ان احنا مؤخرا جميعا سواء انا او زمايلي ابتدى ده يتغير. يعني ابتدينا نخش فيلم نطلع، ده هو ده الصح اساسا السنه. يعني فانت عندك حق، هو عتاب ليا والجيل لعلم كل زمايلي، بس احنا بنغير لك ده. طيب اتفضلي. مناد خير، انا ولاء صحفيه بموقع سكاي نيوز. في البدايه بوك على التكريم، لما اعلن تكريمك ناس كتير كانت مبسوطه، وده حاجه تبقى غريبه شويه ان الناس تجمع عليه. تمام، فاحنا عاوزين ان انت تقول نصيحه للشباب اللي هم الممثلين اللي بيبتدوا دلوقتي ان هم يقللوا من نجوميتهم. يقللوا من ايه حضرتك؟ نجوميتهم، ان هو مثلا شاب كويس بيمثل بس اللي هو يعمل حاجه عشان يطلع ترند مثلا فيقلل نجوميته ويخلي فيه ناس كتير مش بتحبه. طب ولادي يا انا ناس كتيره كانت مبسوطين ما لهمش راي، مش راي؟ قالت ناس كتيره يعني في ناس مش طايقاني اساسا كتير. لا هقول يعني هقول هجاوب على سؤال حضرتك وهكمل الجمله اللي قالها الاستاذ طارق. انا وجهه نظري ان احسن حاجه في النجوميه انك ما تحسش بيها. يعني مش من المستحب لاي ممثل او فنان يحس بيها، مش هتفيد يعني. انا مش بتاع نصايح، مش بتاع، بس اكتر حاجه هقولها للجيل الجديد او للجيل اللي طالع بعدينا، احترم شغلك، احترم، حب شغلك، احترم عادك، احترم الصناعه اللي احنا داخلين عليها. يعني كان في دايما جمله كان بيقولها لي والدي من وانا حتى طالب في معهد السينما، كان بيقول ان احنا ما اخترعنا. الو تست، احنا ما اخترعناش السينما، احنا الو احنا ما اخترعناش السينما، احنا ورثناها من الناس اللي قبلينا وبنسلمها لكم، فحاولوا تحافظوا عليه. فالكلمه اللي لو اتطبقت على اي شيء اعتقد انه هينجح هي الاحترام، احترام المعاد، احترام الشغل، احترام الورق، احترام الصناعه. بس اتفضلي قدمي نفسك. عسلامة، ريم شاكر من تونس. سؤالي الكريم، مفهومك للعالمية، مفهومك للفيلم العالمي، يعني صناعة الفيلم، وانت كيفاش تشوف العالمية؟ سؤال الأول. وسؤال ثاني، أنا عايز أفهم العملي تقصد؟ لا العالمية. العالمية، أوكي. العالمية.
وسؤالي الثاني أنت والمسرح، يعني حضورك في المسرح قليل يعني. أوكي شكرا. شكرا. ما فيش ممثل في العالم، ما فيش ممثل في العالم ما بيحلمش بالعالمية، لكن يعني احنا بنسعى. واعتقد ان الصناعة مؤخرا عندنا في مصر طورت تطور كبير جدا من خلال الاخراج ومن خلال التصوير ومن خلال الصورة، تقنيات الفيلم نفسه بقت عالية جدا، تقدري تتشافي بره بشكل كويس، ده على المستوى العربي على فكرة مش على مصر، مصر تونس مغرب. اعتقد ان الفيلم العربي مؤخرا بقى ليه وزن وثقل اكتر في المهرجانات العالميه على جميع مستويات الفيلم. السؤال الثاني بتاع حضرتك المسرح، انا عملت مسرحيه واحده بس في حياتي، حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين. ما اعرفش يعني هو مسرح ما حبنيش، ما اعرفش يعني لازم اروح كل يوم وفي ميعاد وكده، فما اتفقناش. ان شاء الله نكررها. اتفضلي حضرتك. تبدأ معي؟ ألو؟ هيوصل حالا، ما عارفش ايه اللي طلعه هنا أساسا. المايك لا كان الأستاذة اللي بتسمع. الأستاذة لو تكرمت الأستاذة دي. هو حصل بص حاجة. في حاجة. يا أستاذ سعد مش دلوقتي، في أستاذة عادية. مبروك على التكريم. أنا نادين نجدي صحفية في جريدة الفجر. كنت عايز أسأل حضرتك إيه الصعوبات اللي واجهتك في مشوارك الفني؟ وهل لقيت والدك حضرتك مخرج كبير ده كان سبب ازمه ولا؟ شكرا. الله يبارك فيك. اولا الصعوبات ما فيش اي شغلانه فيها صعوبات، انك تبقي موجوده في الاول كواجهه جديد تثبتي نفسك، بعد ما بتثبتي نفسك بتطلع لك مرحله ثانيه انك عايزه تقدمي اعمال الى حد ما تبتدي تبني فيها اسمك، بعد ما بتبتدي تبني اسمك بعد مشكله تحافظي على الاسم. فاي مهنه فيها صعوبات، خصوصا انا وجهه نظري احنا كمان كجيل كلنا صعوباتنا حصل تغيرات كبيره جدا سياسيه ومجتمعيه، وظهر علينا فكره السوشيال ميديا كجيل، وتعرضنا لثورات وتعرضنا لازمات سياسيه خضناها كلنا كجيل، ويعني اعتقد دي كانت يعني اصعب الصعوبات اللي عدت علينا كبير يعني اعتقد. بالنسبه لوالدي لا، هي ما اقدرش طبعا تبقى، لا بالعكس هي نعمه. انا نشات في بيت مخرج وكبرت على السينما ودرست السينما، ف يعني وكبرنا يعني انا تربيت على ان انت تفكر وتقول رايك وتقول قرارك وتختار ودي دراسه الاخراج. لكن انا اعتبر ان اكبر نعمه يعني ربنا انعم عليا بيها هي دراسة الإخراج، هي اللي فادتني جدا في التمثيل. تتعامل مع الميكروفون؟ اوعى تاخد الميكروفون. سي لا تست. حسن ابو الروس ممثل صاعد. عايز بس ارد على الاستاذه موضوع العالميه. احنا كنا فرحانين قوي لما الفيل الازرق على اي ام دي بي جاب ريتنج الجزء الاولاني 8.1 والجزء الثاني 8.2، وفي افلام كتيره من هوليوود ومن امريكا جايبه 7.4 زي جيمس بوند الاخير نو تايم تو داي. فده ردا على العالميه، يعني الفيلم له ألف. فنسمع له تحية فيلم له ألف. ده أول رد. بفاكس. تاني سؤال للأستاذ كريم. أنا عامة هتكلم عن نفسي أو على كل زمايلي، إحنا بنقابل مشكلة كبيرة قوي دلوقتي اللي هي التايب كاستنج، اللي هو لو عملت دور حلو بتضحك أو دور حلو
مجرم او دور حلو شوارعي او هيفضلوا يزنوك في الدور ده ويدوك الورق دايما على الدور ده. فانا نفسي اعرف ازاي كريم عبد العزيز من الممثلين القليلين قوي في مصر اللي فعلا زي ما استاذ قال بيقدر يعمل كل الادوار غير ان هو بيقدر يعملها، قدر يقنع المخرجين ان هو يختاروه فيها. في الكوميدي هتلاقيه، في الاكشن هتلاقيه، في الدراما هتلاقيه، في الرومانس هتلاقيه. ازاي بتعمل ده؟ هل بترفض الادوار مثلا لما تجي لك كلها كوميدي في الاول طبعا، ولا يعني صح نصيحه كده ازاي ممكن نقدر نعمل ده؟ شكرا. شكرا حسن. بمنتهى الامانه اعتذرت في يعني فكره ان انت تتصرف في دور، انا وجهه نظري كانت ممكن تبقى ازمه سلمه في اوقات يعني طول عمرها، ان في اوقات كتيره الممثل بيتحصر في ادوار معينه الى ان يجي مخرج معين ويشقلب له الدنيا ويحطه في مكان تاني، طول عمرها مشاكل وجهه نظري. انت ما بتقدرش تفرض يعني الممثل مش هيقدر يفرض نفسه على مخرج او انه يبيع له يبقى شايف ممثل غيره فيفرض نفسه عليه على خياله وعلى رؤيته. بس اللي انا عملته اللي انت قلته بالظبط، يعني حتى في البدايات ناس كانت مستغربه، اعتذرت عن ادوار كتيره جدا في توقيت انت لسه طالع فيه ويعني انت بتعتذر انت مين يعني، ما اعتذرتش لا اسم ولا بتاع ولا اعتذرت يعني كنت شايف حاجه عايز ابقى هنا يعني معلش سامحوني يعني. فاعتذرت الى ان جت لي النقله او الخطوه اللي انا عايز اعملها فرحت لها. هو ده اللي انا عملته بصراحه. الاستاذ محمد الامامي كان طالب الكلام. مبروك كريم سؤالي. كريم في بدايته تم تصنيفه كممثل كوميدي، لكن بعد سنوات قليله استوعب فكره التنوع وقدم نوعيات مختلفه من الافلام لحد اخر فيلم يعني 18 فيلم تلاقي في رحلات ما بين الكوميديا والتراجيدي والدراما النفسيه. هل كريم كان حاطط قدامهم كبار محمود عبد العزيز احمد زكي وشريف في فكره انه ما يبقاش ممثل مصنف ككوميديان او تراجيديان بس، ولا جت بالصدفه؟ شكرا. شكرا استاذ محمد والله يبارك في حضرتك. طبعا كنت حاطط الاساتذه بتاعنا استاذ عادل امام اول واحد، الاستاذ محمود عبد العزيز، استاذ احمد زكي، استاذ نور الشريف. ما ينفعش ما تتعلمش من العظماء دول، يعني احنا كبرنا على افلامهم وكبرنا في بيوتهم وكبرنا على اختياراتهم السياسيه والفنيه. فمش بلا نقاش طبعا كل الجيل اللي قبلينا وكل الاساتذه طبعا كانوا قدام عيني بشوف اللي مش كده راح فين واللي مش كده راح فين. فلا ما كانش يعني ما كنتش ماشي لوحدي. الو معاك انا استاذ كريم، مبسوط الحمد لله. انا معاك مبسوط الحمد لله زي الفل. احنا بقى مبسوطين اكتر منك. ربنا يخليك. سيد اسكندراني نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. وطبعا اسئله عندنا كتير لكن هنحاول نقلل يا ريس. يا ريس هو بالظبط هما سؤالين. استاذ كريم محطاتك الفنيه كتيره جدا، عايز اسمع منك دلوقتي المحطه من اهم محطاتك الاولى مع فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع الاستاذ شريف عرفه واحمد زكي وطبعا الفنانه سناء، فنانه كبيره وحاجه سناء جميله. انت كنت قلت بتقول انت كنت خايف وهتطلع يعني مش هتمثل دور كده يعني. دي واحد. تاني سؤال، انا بما اني معجوب في الفن عايز اعرف منك ايه اهم مشاكل السينما المصريه وازاي نوصل الفيلم المصري يوصل للعالميه. طبعا هتقول لي الراحه الكبير الاستاذ يوسف شاهين، لا انا عايز احنا كسينما مصريه بس مش فيلم مش افلام يوسف شاهين بس. شكرا. شكرا استاذ. انا بدايتي كانت في اول مره في قصاد كامل السينما كانت في الاكسوس بتاعها، كان الاستاذ مروان حامد عرفني على الاستاذ شريف عرفه، قال لي انه عايز يعمل فيلم جديد مع الاستاذ احمد زكي ومدام سناء جميل الله يرحمها والاستاذه ليلى علم وتاديب في الراحل العظيم الاستاذ وحيد حامد.
فقال لي كان عايز يقابلك، وقلت له انا مش زي ده مره. رحت قابلته استاذ شريف، والغريب في اليوم ده انه اداني مشهد اللي كان هيعمل لي بيه تيست الكاميرا، هو الماستر سين بتاع الاستاذ احمد زكي في الفيلم. فانا استغربت جدا، قلت له استاذ شريف طب اديني مشهد مشاهد، يعني انا نفسي لسه مش عارف انا رايح فين، فهاخد مشهد من هذا العبقري؟ فقال لي لا انا عايز اعمل المشهد. فروحت قريت المشهد وذاكرته، وتاني يوم رحت للاستاذ شريف وابتدت الرحله. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، انا بعتبر نفسي يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وفي بداياتي ان انا اشتغل مع الاسماء الكبيره والعظيمه دي، ان انا اكون في وسطهم. ده مش بعيد يعني، ده ربنا بقى، ده نصيب ان انا اقف مع ممثل بحق احمد زكي، استاذ احمد زكي طبعا، السيناريو تاليف الاستاذ وحيد حامد، اخراج الاستاذ شريف عرفه. ف يعني كنت يعني متدفي بالكبار والتشغيل، فانا بحمد ربنا طبعا على البدايه. ازمات السينما ان هي توصل للعالميه، ما اعرفش، يمكن انا مختلف سنه مع حضرتك. انا شايف ان فكره البلاتفورمز اللي ظهرت، الفيلم ابتدى العربي يتشاف بره اكتر، الفيلم نفسه اختلف في تقنياته وفي تنفيذه وفي صورته وفي شكله وفي مزجته. يعني انا حاسس ان احنا اكتر مرحله في السينما انت مقرب منها او رايح لبره، متهيئ للمرحله اللي احنا فيها. شكرا. اتفضلي. اديني نفسك. خلينا بالمصري سينماتيك اس بي سي سعودي. هسألك سؤالين، السؤال الأولاني ربما يبدو سخيف شوية، والسؤال الثاني عن جديد أعمال. السؤال الأولاني عايز أسألك على النيو لوك بتاعك، وانتشر وقت افتتاح مهرجان القاهرة، وفي ناس كتير اتكلمت على فكرة عمليات التجميل، وإن أغلب الفنانين الرجال بقوا بيلجأوا لها بعد الأربعين. فليه كريم عبد العزيز هل ممكن يلجأ لده ولا لأ؟ السؤال الثاني عن كيرا والجن والاختيار ثلاثة، وحابين انت توضح لنا دورك فيهم بدون حرق طبعا. شكرا ليك. عمليات التجميل لما اوصل سن، لما اوصل 40 ابقى افكر معاك. طب اروح لها الاول. ما بين ال 40 هو انت عملت قبل زي ما تحكي لي. فسيب بقى من عمليات التجميل تطلع تخش على كيرا والجن. هو الشنب عشان فيلم كيرا والجن اخراج الاستاذ مروان حامد، ف لسه ما خلصتهاش، لسه يعني لسه بنصور في الفيلم، فده الشخصيه اللي انا بعملها احمد عبد الحي كيرا في الفيلم. الاختيار ثلاثه ان شاء الله يعني داخلين نصور قريب، ما عندناش لسه اي تفاصيل، انا والاستاذ احمد السقا والاستاذ احمد ان شاء الله. شكرا. أميرة أكبر بالأهرام، ببارك لك طبعاً على التكريم وتكريم مستحق، وأنا شايف يعني حبك جمهور ليك يعني مزدحمة إزاي. سؤالي بقى إن كريم كان ليه محطات فنية مهمة، بداية من شريف عرفة في إضحك الصورة بتاعة الحلوة، بعد كده كان في محطة مهمة مع ساندرا نشأت في ثلاث أفلام حرامية في كي جي وان، بعد كده في احمد نادر جلال ومروان حامد. عايز اعرف كل محطه من دول كريم استفاد منها ازاي لحد ما كونت الكاركتر كريم الفنان اللي بنشوفه في افلام والنطق اللي كل الناس بتتكلم عنه. السؤال الثاني، انا لو كان في فيلم عايز تعيده من افلام الراحل سوريا اسفلت دي طبعا والدك الاستاذ محمد عبد العزيز لو حبيت ان انت تقدمه ثاني، ايه الفكره او الفيلم اللي تحب ان انت تقدمه بشكل مختلف؟ معلقة مختلفة دلوقتي. مفيش مخرج ولا ديفلوكيشن يعني. في الأول الأستاذ شريف عرفة قدمني، وبعدين عملنا عبود على الحدود، وبعدين اشتغلت مع الأستاذة ساندرا ثلاث أفلام، وبعدين اشتغلت مع على كلام مع الأستاذ جلال، وبعدين مع الأستاذ مروان. كل مخرج بيضيف لك حاجة، كل مخرج بيسيب فيكي بصمة، كل مخرج يعني زي فريق الكورة كده بيلعبك في مكان مختلف. فكل مخرج بيبقى شايف زاويه في الممثل بيطلع منك حاجه، وساعات المخرج بيبقى شايف حاجات في الممثل الممثل نفسه مش شايفها، وبيبقى مستغرب ان المخرج شايفها كده، وهو ليه هيحطني في المكانه دي، وبيطلع في الاخر عنده حق. فاستفدت من كل مرحله، استفدت من كل مخرج. مفيش مخرج اشتغلت معاه يعني ما اعتقدش انه ضفني، مخرج او مؤلف. سؤال تاني.
فيلم ممكن تعيده بالأسف. هو في فيلم حتى والدي اتسأل عليه يوم المهرجان، في فيلم أنا بحبه جدا اسمه انتخب الدكتور سمير عبد الباسط الأستاذ عبد الإله. هو فيلم مش كوميدي يعني، بس انا يعني وجهه نظري من اعظم الادوار اللي عملها الاستاذ عادل في حياته، لانه كان مختلف جدا على علاقته بالجمهور وعلى شعبيته العظيمه. بحب الفيلم جدا. شكرا. الجزء ده فعلا ما بنساهش، بس عايز اقول حاجه سؤال الاستاذ. طب كريم عبد العزيز عارفين هو خريج قسم اخراج، هل في حاجه انت محوشها مثلا كريم عبد العزيز محوش للمخرج كريم عبد العزيز، لانه الحلم بالاخراج لم يمت، يعني هو كريم حلم اكيد بالاخراج. وهو الحلم ما ماتش، الحلم ما ماتش يعني بصراحه، لكن انا هفهم مش عارف بصراحه استاذ يعني مش حاطط لها خطه، مش حاطط لها ميعاد، يعني بحلم في يوم ان انا اخرج لكن مش حاطط لها ميعاد بصراحه استاذ. يعني لما نخلص كده وجينا نفكر استاذ مروان. الجانب ده اتفضلي اللي رفع عندي بس. ايوه واديني نفس الكلام. انا اسمي يسرى رضا، متطلبه في كليه اعلام انجلش سكشن. وانا كنت عاوزه اسال حضرتك عن المعايير بتاعت السكريبت، يعني ايه المعايير الكويسه بتاعت حضرتك اللي بتنزل للسكريبت، او لما بتنزل السكريبت وده سكريبت كويس فهيبقى الفيلم تمام. شكرا. بص هقول لك على حاجه، انا اول ما بيجي لي السيناريو قبل ما بقرا دوري او اقرا اي يعني اي شخصيه انا بلعبها، انا بقرا الورق، لكني بقرا لو لقيت نفسي بقلب الصفحه مشدود ماشي مع الحدوته. هو في الاخر الفيلم عباره عن حدوته، يعني بتقفل عليك اوضه ضلمه وبتتفرج على فيلم كان يا مكان. لو لقيت نفسي متابع في الورق بقرا بقى المره الثانيه بقرا شخصيه، فنمره واحد الحدوته مشدود. أول سؤال. تاني سؤال، إيه التبس اللي حضرتك تقدر تديها لطلاب الإعلام اللي عايزين يمثلوا أو عايزين يطلعوا مذيعين أو كده؟ شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بص أنت لو قلت لأي ممثل عايز إيه اللي عايز تعيد إيه؟ هيقول لك عيد كل أفلامي وعيد كل مشاهدي وعيد كل اللي عملته. أنت بتتغير سنة عن سنة، يعني أنت لو عملت فيلم سنة 2002 وجيت شفته 2006 أنت نفسك بتكبر، تفكيرك بيكبر، شخصيتك بتتغير. فلو رجعت انك عايز تغير اللي انت عملته هتشقلب ال 20 سنه اللي فاتت. التبس هيبقى نفس الكلام اللي قلناه في الاول لحضرتك يا استاذ، لو فعلا عندك الموهبه، لو فعلا عندك اللي انك تمثل، لو في طرق كتير انك تمثل، وفي الاخر حب اللي انت هتعمله واحتمال وهتوصل. دي التبس اللي اقدر اقولها. ايوه اتفضلي. بس دكتورة مروة مسيت، أستاذ علاقات دولية جامعة ميريلاند. هو إذا أسألك فعلاً حتى على السؤال اللي يمكن بدا تقول يضحك أو سخيف، لا، مفهوم الجمال لدى ماديك، يعني هو مفهوم الجمال أو الوسامة لدى الرجل خصوصاً في مجالك، وإحساسك بالسن، يعني دي يمكن دايماً نتكلم على الست وإحساسها بجمالها. أنا نفسي أعرف شوية عن النقطة دي لديك. بص هقول لك على حاجة من الآخر، طالما رجعت لي نفس السؤال. أنا وجهة نظري يعني مع ممكن أختلف كتير، في حاجة اسمها راجل حلو، يعني الراجل ليه معايير أخرى غير اللي أنا ما بيقلقنيش فكرة السن. يعني حتى لو طلعت بعرض مع صحة كان في عمل إيه؟ لكن ومش انا يعني خدي بالك يعني حتى النجوم بتوع بره خالص يعني هي تزامن هتبتدي 20 30 40 انا مش هوقف نصيب ومش هوقف قدر ويعني مش في ايدي، بس انا ده مش مسبب لي ازمه يعني مش مسبب لي ازمه ان انا اكون في الثلاثينات او في الاربعينات او في الخمسينات مش مسبب لي ازمه خالص. فكره الوسامه نعمه طبعا من ربنا، لكن مش ده الشيء اللي انت هتبني عليه فن. يعني انت مش هتبيع الفيلم بوسامتك، هتبيع الفيلم بادائك. فده كانت اهم نقطه من وانا صغير حتى لما ابتديت امثل اني ما اعتمدش على النقطه دي خالص، لان مش هتوصل لشيء. يعني ممكن تبقى في الاول تدخلك تعرفك لكن ما تكملش. في حاجه تانيه في السؤال؟ شكرا.
اوكي الاستاذه اللي ماسكه زله عشان ناخدها منها. اخيرا مساء الخير، انا اسمي اي احمد مانع، بشتغل مساعده مصر. السؤال اللي عندي بيقول ازاي تقدر تحكم على مخرج؟ تمام، يعني لو كانت مخرج لسه اصلا عامل بس شورت فيلم، مش عامل فيلم كبير او عمل مثلا سكتشات، تمام؟ سامعني؟ هتقف عليه ازاي؟ ولو تمام ان انت تشتغل مع حد جديد تماما، ممكن نعمل ميتنج وفكره وورق قريب، ومش ليا انا بسال عمنا، بس عايز اعرف are you willing ان انت تشوف حد لسه بادئ بس تقدر تشوف لا ده ممكن يوديني في حته ثانيه اصلا، وممكن يعني تبقى فرصه حلوه قوي ليه، زي مثلا ساندرا نشأة بدات مع دكتور يحيى الفخراني، مبروك وبرضه. ده سؤال. هقول لحضرتك لما بتفرج على فيلم بتحكمي على المخرج من رؤيته للفيلم، من طريقه حكي للحد، من الادوات اللي مستخدمها في الفيلم، استوديو، ممثلين. فالحكم على المخرج هو الفيلم كله. لو عجبك الفيلم يبقى المخرج كويس، لان الفيلم بتاع المخرج، هو الفيلم بيتحكي من وجهه نظر المخرج بالكامل. يعني رؤية الفيلم هي رؤية المخرج الفيلم. ما عنديش طبعا مانع اشتغل مع اي حد جديد، صغير كبير، بالعكس، ومش ممكن يبقى مفيد ليا لو مش قادر مفيد ليه. فالنقطة دي مش معايا، لا ما عنديش حاجة طبعا. كلميني وقولي وانا جاهز. تمام. تمام. عندي سؤال واحد بس، هل مسلسلات الدراما ممكن تخدم الفنان المنتج السينمائي؟ يعني احنا مثلا رجعنا السنه دي الاختيار خرجنا منه لبعض الاجزاء المولديه 42 مليون 55 الحمد لله رفض السينما، بس بنتكلم هل لو ما كنتش عملت الاختيار في رمضان الفيلم كان نزل كان ممكن يجيب ايرادات اعلى من كده ولا لا؟ هل ممكن يشوف الكلام كله اللي بنتكلم في اختيار الجزء الثاني؟ كان الاستاذ عايز بيتكلم ان هو ممكن ما يعملش مسلسلين ورا بعض سنه ورا سنه، هل ممكن برضه تقدر تاخد نفس الكاتيجوري دوت تبطل مثلا سنتين وترجع تاني للدراما لو انت حابب انك تكمل الدراما الفتره الجايه ولا تشوف حاجه تانيه؟ وجهه نظري ان اكيد النجم السينمائي يعني لما بيبقى عزيز في التلفزيون عشان يبقى متفقين بتفرق طبعا في الايرادات، ولكن برضه في الاخر هقول لك على حسب جوده المسلسل. يعني انت لو عملت مسلسل متاخد في الدنيا ونزلت بفيلم سينما الناس هتروح بناء على نجاح المسلسل. فكره ان انت تعمل مسلسل كل سنه انا مش معاها، ولكن بيبقى في اعمال ليها خصوصيه واعمال ليها طبيعه معينه ما تقدرش تطبق عليها فكره كل سنه. لما يبقى عمل وطني، لما بيبقى عمل بالحجم دوت، عمل بالاسماء اللي هتبقى فيه، ما بتقدرش تطبق عليه فكره مصاريف كل سنه. فده يعني على السؤال. استاذ استاذ كريم، اولا اهلا والف مبروك. احمد عز الدين، قناه دبي، برنامج زي انسايدر بالعربي. انا يهمني اسالك اكتر عن شفت ازاي لقطه منى زكي وهي بتقدمك للتكريم، والبنات دي لك هند صبري، نيللي كريم، حنان ترك. كلمنا اكتر عن كواليس اكتر بينكو مع بنات ديلك في الافلام دي. انا فرحتي لما شفت منى زكي بتقدم لي مسرح، ما كنتش اعرف، اتفاجئت لما جيت المهرجان. احنا طلعنا مع بعض، يعني اول لسه كنت بقول في المهرجان اول مره في قصاد كاميرا السينما كان معمول، وابتدت رحله بينا وبين بعض كاخوات واصدقاء باحمد حلمي. في ناس ما تقدرش يعني بتجي لك مره واحده ما تقدرش تعمل معاها حاجه تاني في الحياه، سواء منى، بس منى اكتر واحده اقدر اقول ان حصل بينا يعني ثنائي في السينما. منى عملت منى حبيبتي واختي، وهند، نيلي، كلهم اخواتي وحبايبي، بس منى يمكن عشان اشتغلنا مع بعض.
فانا فرحت عشان البداية وعملنا بعد كده ابو علي عملنا اولاد العم مع بعض استاذ. فانا كانت فرحتي بورا زكي فرحه من القلب كده. كان سؤالي لحضرتك من الأقدر أستاذ ماجد اللذيذ اللي ما فيش أحلى منه اللي اتعمل في تاريخ السوشيال ميديا كلها، فعايز أعرف كواليس أكتر أستاذ ماجد. بص ماجد حاجة كبيرة جدا، ماجد صاحبي وأخويا، ماجد من أنظف ويعني وأطهر البني آدمين والفنانين، بني آدم حقيقي بني آدم حقيقي في زمن جديد، بني آدم صادق جدا، بني آدم محترم جدا، فنان حقيقي، صاحب صاحبه، راجل جدع، ما يسيبكش في أزمة، يعني زي ما هو بيقول أنا نعمة، لا هو اللي نعمة في حياتي، ماجد أخويا وصاحبي وحبيبي. وبعدين أنا آسف يا أستاذ، وبعدين أنت ممكن تلاقي ده في إنسان، لكن صعب تلاقيه في إنسان وفنان و يعني ماجد تركيبة كبيرة. أنا عايز بس أضيف إضافة متعلقة بمنى زكي، إنه كنا بنفكر مين اللي ممكن يدي الجايزة لكريم، فهو اقترح منى، بس قال لي إنه لا مش يعني لازم حد يسأل، فسألت محمد خير في رئيس الوزراء، قلت له كريم بيقترح قال لي على فكره دي منى كلمتني واقترحت ان هي هي اللي قدم الجائزه لكريم، يعني مفيش حد اقترح الثاني في نفس اللحظه، منى عايزه تقدم الجائزه وكريم عايز منى هي اللي تقدم الجائزه، يعني دي كواليس متعلقه قد ايه كان في توافق ان اللي يقدم الجائزه هي منى زكي. اتفضل. أنا اسمي مينا شطار في كلية إعلام، كنت عايز أسأل أستاذ كريم حضرتك بتميل أكتر للسينما ولا للدراما؟ يعني لو حضرتك بتوصل تتعرض عليك مثلا فيلم كويس ومسلسل كويس حضرتك بتختار أنهي؟ ولا لو بيكون على حسب الإخبار أو السيناريو؟ السؤال الثاني حضرتك أنا مستني شخصية يعني الزبا 2 من 2017 دي بالظبط ولا تراجع ولا إيه؟ وأنا مستني أربعة. شكرا. شكرا. لا لو هختار هختار السينما طبعا، يعني بحكم دراستي وبحكم شغلي يعني بعظمه الدراما ما اقصدش، لكن انا هختار السينما، انا بميل للسينما وبحكم دراستي كمان. الزمن الاثنين احنا كنا فعلا داخلين نحضر الجزء الثاني وصورنا يعني في بدايات التحضير، بس الجزء الثاني مكلف جدا جدا حضرتك، يعني قد الجزء الاولاني بحكم الموضوع بضخامته فتأجل سنة ورا الثانية، وكنا كنا هنخش وبعدين الاختيار ظهر فسبق اتنين اتأجل، ففي الطريق إلى إن شاء الله. أستاذة اللي هي لابسها بني بيج. أيوه. صباح الخير، مبروك يا كريم على ياس الشباب زايد انرجي. أغلب الأسئلة اتقالت، بس كنت عايزة عندنا سؤالين هنبدأ بمنى وبعدين منى عامر من إذاعة أنجي. كنت عايزة بالنسبة للورق، البي لاينز معينة بتبقى موجودة في كل السكريبتس، هي على الرغم من تنوعها إلى إنه فيها بصمتك، فهل أنت بتتدخل في الكتابة؟ ده سؤال. التاني، لو هتشارك بفيلم قصير في دورة المهرجان الجاية، بما انه لجنة الافلام القصيرة هي المرشحة، وانت اللي هتختار قضية الفيلم، هتختار قضية ايه؟ والسؤال اللي كنت عايز اساله برضه عن السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا دلوقتي بتشكل نجوم جزء مهم جدا في توصيل اللي هو بيصور ايه دلوقتي، بيتابع ايه. حضرتك مقل جدا في موضوع السوشيال ميديا، رغم ان انت جزء كبير جدا من افلامك بيتاخد ككوميكس وكافيهات لغايه دلوقتي،
ودي حاجه يعني دي حاجه المفروض ان هي بتزود التفاعل. فهل حضرتك يعني انت شايف ان انت مقصر مع السوشيال ميديا ولا انت شايف ان انت دورك اكتر كتمثيل اهم من عمل دعايه ليه او ان انت تنزله عن طريق شغلك؟ فكره ان انا بتدخل في الورق او في الافراج لا خالص، انا لا بتدخل في الورق ولا في الافراج. انا كل اللي بعمله ان انا بقعد اتناقش بقول وجهه نظري في بدايه الفيلم مع المخرج ومع المؤلف، نتفق ونبدا بقول وجهه نظري، المخرج بيقنعني، المؤلف بيقنعني، الى ان نتفق على شيء نروح ننفذه. لكن تدخل سواء في ورق او في اخراج ما بعملوش لسبب حضرتك، لان انا دارس اخراج، فانا فاهم يعني مش من الصح ان الممثل يتدخل في الورق او في الاخراج. ايه السؤال بتاعك اللي عملتها؟ لو هتقدم فيلم قصير عامله مرحله خلاص بس تختار قضيه اه بنت حرب. فكره السوشيال ميديا الاستاذ ايناس، انا مش ضد السوشيال ميديا، لكن انا يمكن طبيعتي يعني احنا لما جينا ظهرنا جيل بالكامل ما كانش عندنا سوشيال ميديا، تليفون متعبين، فانا كبرت على سيستم معين. وبعدين لقيت ان انا ما تفاعلتش مع السوشيال ميديا بما يكفي او يعني على قد قيمه ظهورها، فلقيت الافلام ماشيه ولقيت الدنيا ماشيه، فقلت خلاص يبقى الدنيا كويسه مش محتاج ان انا اعمل ده جدا. انا يعني انا مش من الشخصيات بتاعت انا كاتب ابن البسطرمه اللي باكل ملوخيه بحب المشيه، انا هصوره اول. بعدين لما ما عملتش ده ففضل ربنا لقيت الافلام ماشيه فكملت بقى بعمل. ساكت. انا استحات الجمال مدير تحرير مجله الكواكب. انا عندي سؤالين منهم سؤال كنت متوقع ان هو يبقى اول سؤال. ماذا يمثل لك جائزه التميز اللي عليها اسم فاتح حمامه؟ ده كنت متوقع ان ده اول سؤال هيتسال بس مش سهل. ادي واحد. الحاجه الثانيه استاذ كريم عانيت كتير من المعجبين والمعجبات وكان ليه قصص كتير. انت بتعمل ايه دلوقتي بعد الفكره الطويله اللي خدتها وتهديد من قبل والكلام ده هو مع المعجبين والمعجبات خصوصا الاندر ايج؟ اللي تعنيه الجائزه اللي عليها اسم العظيمه الراحله سيد الشاشه العربيه فاتن حمامه ليا ولغيري والاجيال قبلي والاجيال بعدي قيمه وشرف. بس انت شايل تمثال عليه اسم فاتن حمامه، انا شايف ان ده اكبر تكريم حصل لي في حياتي، سواء اسم العظيمه فاتن حمامه او مهرجان القاهره السينمائي بتاعي، فده اكبر يعني اكبر تكريم حصل لي على مدار 25 سنه من فاتن. بس بقى الاندر ايدج حضرتك اللي اتكلمت عليه، والله بقطعت في بيتنا الفترة يعني بعد الاخر بقطعت في بيتنا. شكرا. انا اسمي ملك اندر ايدج، كنت عايزه انا بتكلم عليك بقى الفيل لازم خصوصا الاستاذ مروان حامد قاعد معانا فبتقولي لي ورجعت منه، والله رجعت عشان اكتر دور فعلا يعني هقول لك على حاجه حضرتك، وفي بدايه ما ابتديت امثل كان دايما اسمع ان في ادوار بتاثر على الممثل او بتاثر على مزاجه ونفسيته، فانا شخصيا بمنتهى الامانه قلت يا جماعه احنا بنمثل اهو بنروح ومفيش حاجه الدنيا حلوه ولا لا. فعلا بتتعرضي لادوار بعيده عن حياتك تماما، بعيده عن بيتك، بعيده عن شخصيتك، بعيده عن كل شيء، بطول مده الفيلم اكيد الشخصيه بتاثر عليك على طريقه كلامك على تعبك. لكن اكتر حقيقي شخصيه تعبتني نفسيا جدا يحيى وشك. بس يقولوا بس كده لا يعني مش
مش اقصد يعني مش الدرجات ده وصفار بس ايه بتبقى يعني نتحمل الشخصيه بازمه انت قاعد في بيت مش مظبوط في حاجه مش مظبوط يعني ملبوس كده في حاجه مش تمام يعني ولا وصل صح اوكي تفضلي ايوه حضرتك أنا كنت عايزة أسأل حضرتك كان إيه إحساسك وأنت شايف الفيديو اللي اتعرض في الأول في كام دقيقة بس لخص مسيرتك كلها من الأول للآخر كان إيه إحساسك حاسس إيه اللي ممكن يجي بعد كده بعد كل ده؟ بص أنا حسيت بحاجة واحدة بس بأمانة حسيت إن ال 25 سنة عدوا خمس سنين إيه ده إمتى؟ ده الاحساس فعلا اللي سواء في المسرح سواء دلوقتي حسيت ان 25 سنه يعني ست سبع سنين يعني عدوا بسرعه الشخصية الشديدة الشخصية الشديدة بكده مش تطور في الآخر التكرارية وكيف كلها الفن هو اللي بيأثر الفن اللي بيأثر على المجتمع ولا فكر المجتمع هو اللي بيأثر على الفكر اللي عملته؟ بص هو في الآخر الفن هو بتتكلم على من الآخر المجتمع بتتكلم مفيش فن ما بينقلش الدولة المجتمع اللي هو فيه بأزمات ومشاكل بس بنقله نوع من يعني التنوير التوعية بتنقلي برؤية فنية أكبر لكن دي واخدة من الشارع مبسوط جامد ان شفت حضرتك النهارده اسمع محمد انا شغلت في كذا مصنع ومع كذا فريق يعني ببارك لحضرتك على المهرجان تستحقها خصوصا بعد الاعمال الكتير اللي انت متابعينها في كلنا يعني اللي هي البعض للاسف في الازرق وفي الازرق اثنين الحاجات اللي جت ورا بعض دول لحد اللي هو كده ممكن مفيش حد كنت عايز اسال حضرتك سؤالين بس لا كمل قول السؤال بسرعه انا فاهم انت حاسس ان مصر طيب اللي انا والله بص بص خلي الميكروفون ما تحركوش ما تحركش معلش ارميه مساء الخير مبروك يا كريم التكريم
الو امير خالد مراسل قناه عمان تي في في مصر. انتوا استلمتوا من الجيل اللي قبلكم، كان جيل طبعا عظيم. الجيل اللي بعدكم بنشوف منه حاجات غريبه، هل ده عشان انتوا كجيل كريم وعز والسقا قافلين على نفسكم ما بتحفظوش اللي بعدكم؟ لما نشوف ظاهره نمبر 1 ونمبر 2 التصنيف ده، كلمنا عن ده. شكرا. مش فكره ان احنا ما بنحضرش حد، بالعكس يعني احنا متربيين على مدارس محترمه جدا في الفن وعارفين حدودنا وعارفين ويعني زي ما اللي قبلنا احتضننا احنا بنعمل ده في البلاتوهات وفي الشغل. احنا ما تبناش على فكره نمبر 1 ونمبر 2. انت بتعمل فيلم تقدمه للناس، بتبقى كل اللي في خيالك انه الناس تحب الفيلم، الناس تحب الشخصيه. فانا مره هعمل دور، مره عايز اعمل دور، مره سقا، مره احمد حلمي. مفيش فنان في العالم فضل دايما بيعمل ايراداته. فانت فوق ويوم تحت، ده مره بيطلع كذا، ده مره بيطلع. الفيلم ده بيسبق الفيلم. لكن ما كبرناش على المدارس دي خالص، فاحنا ما عندناش كده. شكرا. مساء الخير يا استاذ كريم، ومبروك الجائزه فنان الحمامه، دي حاجه عظيمه يعني، واعتقد ان انت تستحقها. انا محمود دوير، كاتب وصحفي في جريده الاهالي، واسمح لي بس ان انا ابعد شويه عن المساله المتعلقه مباشره بكريم عبد العزيز، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن جيل. يعني حضرتك دلوقتي قاعد قدامنا رمز الجيل السينمائي في مصر، يعني تصدر المشهد زي الزميل ما قال، بعد جيل من العظماء. اشتغلت مع احمد زكي، واشتغلت مع واحد حامد، واشتغلت مع شيخ عرفه، وبالتالي يجوز ان نسال السؤال الملغز: كيف ترى واقع السينما المصريه الان؟ وهل انت راضي عن مكانه مصر السينمائيه في اللحظه الحاليه اللي حضرتك وجيلك بتتصدر فيها المشهد السينمائي؟ ده الجزء الاول. الجزء الثاني حضرتك اتكلمت عن علاقه السينما بالمجتمع. هل حضرتك برضه شايف ان السينما بتعبر بشكل دقيق وحقيقي وعادل عن الحاله المصريه في اللحظه دي، وانت واحد من الجيل اللي بيقودوا او اللي بيراهن عليهم انت واخرين يعني في ان ده يحصل والنقله اللي تحصل؟ الجزء الاخير بقى، مروان حامد فرق معاك في ايه؟ شكرا جزيلا. شكرا. انا راضي جدا عن السينما المصريه في البحر. انا راضي عنها. طب اقول لك ليه زعلان؟ مش عارف تطلب الحريه حضرتك. انت راضي. لأسباب. السينما المصرية في المرحلة اللي احنا فيها مش فكرة إن جيلنا أعظم، لا لا لا، ما أقصدش كده. بس أقصد أنت أفلامك النهاردة بالإمكانيات اللي بتاخدها، بالتقنيات اللي بتوصل لها، أنا عارف السؤال بتاع السؤال الحقيقي الحالي. بالإمكانيات اللي أنت معاها النهاردة، بالإيرادات اللي حصلت في السينما، بتوزيع فيلم في الخارج. لا انا شايف ان الفيلم المصري النهارده افضل كثيرا من الفيلم المصري من 10 15 سنه، في طريقه بيعه وفي طريقه تنفيذه وفي الامكانيات اللي بتتحط في الفيلم وميزانيات الفيلم. النهارده انت بتعمل افلام في منتهى الضخامه، النهارده انت عندك ايرادات افلام بفضل ربنا كسر 100 مليون جنيه، سواء احنا او غيرنا. سواء بقى الفيلم بيعبر عن الواقع المصري اللي بتعيشه انت. مش كل الافلام بتعبر عن واقع مصر، انت عندك افلام كوميدي، عندك افلام اكشن، في افلام اتعرضت في مهرجان الجونه المفروض ان هي بتعبر عن الواقع المصري، لكن انا شايف ان انت النهارده في مرحله سينمائيه محترمه جدا في الصناعه. شكرا. انا رايي شخصيا انه في السنوات الاخيره مصر حصلت عدد من الجوائز على مستوى العالم ما خدهمش قبل كده. وفي جوائز لاول مره زي الساعه الذهبيه اللي خدها سامع علان فيلم اسمه 16، مع الاسف لم نحتفي به كما ينبغي ان يكون الاحتفال. اول مره مصر تاخد ساعه ذهبيه فيلم قصير في مهرجان عمره 70 سنه، ولكن يعني ما فرحناش كما ينبغي، هو كمان ما ادالوش الفرحه اللي يستحقها. واربع جوائز، اربع جوائز في جورج، كل ده راجل مش عاجبه. فيعني وجانا الحقيقه، لا مصر حصلت وشاركنا في مهرجانات ما كناش بقالنا سنين، يعني المسابقه الرسميه في مهرجان كان عدى سنين، غير ما كان في فيلم يوم الدين اشترك في
مسلسل رسمية مجرد انك اشتركت ده في حد ذاته جايزة لك جبنا مثلا 12 سنة. من رأيي بقى ان احنا في السنوات الأخيرة مصر موجودة عالميا وفي الداخل فعلا زي ما قال كريم انه في ايرادات استثنائية حققت الأفلام يعني معناها الصناعة ماشية كويس. الفيلم اللي يجيب فلوس هيبقى في فيلم تاني وثالث ورابع وهكذا برغم الجائحة للعالم كله يعني. الأستاذ اللي هو أيوه ممكن أسأل أنا سؤال؟ أستاذ كريم ألف مبروك على الجائزة. كان عندي بس سؤالين. أول سؤال أنا قلبي بينبض. اسمك إيه؟ هاشم كمال دكتور اشتغلت مع حضرتك قبل كده في الأزهر دكتور هنا في المهرجان وكان ليا الشرف. الله عليك. سؤال أنا بشرف. شغال مع حضرتك اسمه عطية. يا ريت بس أكيد حضرتك عارف إن صاحبي يا ريت ما تبقاش عليك ولا إيه؟ حبيبي مكان الشرع على فكره حاجه تشرف. اول سؤال هو حضرتك انا عندي الفيديو بتاع فيلم الباشا تلميذ كان وقت ما صغيرين اتفرجنا عليه وابو علي يعني حضرتك مؤثر في البيت المصري بشكل كبير بغض النظر عن الوسامه والناس اللي بتتكلم عليها بس حضرتك مش صديق فعلا مش هتخش البيت المصري بجميع الطبقات وجميع الفئات. اساسا حضرتك في تقارب ما بينك وما بين احمد حلمي وما بين احمد عز والاستاذ السقا والناس دي في احترام لبعض وفي اصول في كل حاجه بتكمل عليها حضرتك. هل دي ممكن تتاثر في عمل في رمضان طالع في البيت المصري بتناقش قضيه فعلا؟ ده سؤال. السؤال الثاني انا لسه صالح ممكن بقى الحضانه سجيلك حضرتك دلوقتي خلاص الله يبارك. انا شفت حضرتك في المسرح ساعتها كنت انا شغال في المسرح قبل ما تستلم الجائزه بس كنت حضرتك انا مقدر شغلك فما رضيتش اجي جنبك. خلص خير. فريده الخادم مذيعه راديو كونتنت كريتر. اولا الف مبروك على الجائزه. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. الفرق لما بتيجي تشتغل على شخصيه تكون قائمة وموجودة في الحياة زي دور حضرتك في مسلسل الاختيار ولما تعمل مثلا فيكشنال كاركتر. ومن شوية حضرتك كنت بتتكلم انك ما قدمتش دور فيلن قبل كده. هل ممكن نشوفك بتقدم دور فيلن مثلا حاجة فانتازيا زي الجوكر ولا ما تبقاش مهتم انك تقدم حاجة بالشكل ده؟ ميرسي جدا. لا مهتم جدا طبعا. مهتم جدا طبعا. لو هلعب الشخصية دي لا طبعا مهتم جدا. الشخصية الحقيقية غير الشخصية اللي يعني واحد خيال مؤلف بيبقى وجهه نظري عن الممثل اصعب لانك انت بتقدمي حقيقه يعني في الاختيار زي ما حضرتك بتقولي. وهقول لحضرتك على حاجه اضافه وفي كينا وكده الشخصيه اللي انا بقدمها احمد عبد الحي كده هو فدائي مصر وكان موجود وكان عايش ومات في تركيا يعني. لما بتقدمي شخص كان موجود بجد في الاختيار الاول كيرا ايه بتبقى امان الطرح الشخصيه اكبر بكتير لان بتبقى بتادي وفي نفس الوقت مواكب كممثل بيبقى يعني في حقوق بينك وبين الشخصيه فبتبقى اعتقد اصعب. سلام. دكتور عبد الله كليه الاتصال والاعلام في السعوديه. اولا بهنيك على الجائزه والحقيقه جائزه مستحقه. يعني كل التوفيق لمشوارك الفني السابق واللاحق ان شاء الله. الحقيقه كنت حابب اسال على تاثير المنصات الان البلاتفورم الديجيتال بلاتفورم على السينما. لا زال سحر السينما ومشاهدتها في قاعات السينما بالشكل اللي احنا متعودين عليه خصوصا بعد سن الأربعين زي حالاتي نتمنى انها لا تزول. ما ادري رايك في قضيه المنصات. ايضا الان في تحول كبير في العالم العربي خصوصا في السعوديه بالنسبه للاتجاه للسينما. احنا يمكن البلد الوحيد في العالم اللي عندنا السينما 24 ساعه في اليوم مفتوحه العروض كومبلي بشكل معين. بنحاول نعوض ال 30 سنه
اللي كانت من الطوائف. فالحقيقة يعني في تطور كبير بالسينما، ولكن أنا أخشى من عملية التقنية تطور على السينما الشاشة الكبيرة اللي احنا بنحبها. شكرا. شكرا. وأنا وجهة نظري أنا زي حضرتك، يعني السينما هتفضل سينما. فكرة إن أنت تقعد في أوضة مقفولة عليك مع ناس بتتفرج على شاشة بالحجم الكبير ده، مش متوفرة في البلاتفورم، مش متوفرة في التلفزيون. فكرة الإيفكت اللي عمالة تخش في السينما كل شوية، تجيب الكرسي تتحرك وتدخل كل ده من أجل يعني زي البلاي ستيشن. حضرتك البلاي ستيشن أثر جدا برضو على السينما. فأنا وجهة نظري لن يعني هتفضل السينما طول عمرها هي السينما، بس ما أعتقد أنا إنك هتبقى محتاج تقدم إبهارة أكتر في السينما، حاجات مش موجودة في البلاتفورم أكتر. أنا متخيل إن البلاتفورم ممكن تأثر على التلفزيون أكتر من السينما، لأن نفس الويندو نفس. لكن أنا يعني أنا ككريم هتفضل دايما فكرة الأوضة الضلمة والشاشة الكبيرة لن تنتهي يعني. بس إيه اللي هنقدمه بقى داخل الأوضة دي الفترة اللي جاية؟ شكرا. طبعا ما فيش قطيعه بالعكس، لكن يمكن الفرصه ما جاتش الفتره اللي فاتت زي فكره القادسيه او الافلام اللي كان فيها بطولات مشتركه. لكن لا، الموضوع يعني اعتقد انه ممكن يبقى تقصير بالمنتج المصري، المنتج العراقي او العربي بشكل عام، لكن لا عمرها ما هتبقى قطيعه في الاخر. احنا واللغه عمرها ما كانت حاجز، يعني اللي خلى اللغه تمشي في الفتره اللي فاتت مع اللغه عمرها ما كانت عائق ما بين الفيلم العربي والشعوب العربيه كلها. مش هتتغير النهارده وجهه نظري. افلام مهرجانات احنا لا صح. في ناس دخل مهرجانات، كنا في مراكش قريب ما شفتكيش في مراكش. عراقية لا اعتقد في ناس كانت في مهرجان مراكش. يعني لما بيحصل فيلم بيترشح لمهرجان، اصل ما بتعمليش فيلم اسمه فيلم مهرجانات. انا بعمل فيلم، نعمل فيلم، بناء بقى الفيلم ده بيترشح ما بيترشحش. دكتور عامر الاسود من تونس. انا مؤسس عيال القاهره الدراما العربيه في معهد العالم العربي في باريس. كنا عملنا دوره في باريس وكنا عملنا حفله في مصر. كنا عرضنا مسلسل الاختيار الدين اللي حضرتك فيه من 1.5 مليون عربي موجود في باريس. انت حصلت على التصويت 750,000. الاستاذه بشرى جابت 175,000. هو انتم من اين من الجيل العربي والمواطن العربي في اوروبا اللي هو 5 مليون، وعلى ايطاليا واسبانيا وفرنسا والمانيا 17 مليون. وانت حضرتك هم عندهم حق فيك لانك انت ثروه وطنيه وتحمل قضيه وطنيه كذلك، تمس التونسي والجزائري والمصري كل الشعوب العربية. لماذا المواطن العربي ما يستمتعش بهذه الأدوات في معهد العالم العربي؟ تحت أمرك عازميني هيك. ماشي. أنا عزفت أستاذ طارق بس هو ما وصلنيش. حضرتك يا عازميني أكيد. ماشي. هنسق مع الأستاذ عمر. شكرا. بسرعة. اسمي حبيبة خالد في معهد سينما. السؤال أنا بيبقى أحسن لو هو فيلم بناء على رواية ولا لو السيناريست كاتب القصة من خياله؟ أنا بيبقى أحسن أو فكرته أقوى؟ بصي دائما شكلها في وقتها. طول عمر السينما يعني بتلجا للادب، وانا بميل للافلام اللي بتبقى قايمه على روايات لجا للادب يعني. لكن برضه انت عندك افلام كتيره جدا من وحي خيال المؤلف دون لجوه للادب كسرت الدنيا. وفي روايات اتنقلت للسينما ما حققتش نجاح،
فانا وجهه نظري دائما ايه هو الموضوع؟ سواء موضوع السيناريو او موضوع الروايه. لكن انا ككريم انا بميل دايما، يعني مش دايما، بميل للافلام ساعات للادب. انا نور الدين ماجد فؤاد في كليه الاعلام. كنت عايز اسال حضرتك يعني ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك في تحضير الفيل الازرق الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الاول؟ اكيد كانت في صعوبه في ان انت يعني داخل على نجاح اكتر، عايز تثبت ان الجزء الاول ممكن الجزء الثاني يعدي كنجاح كايرادات. فممكن اسمع من حضرتك؟ شكرا. هو يعني دائما وجهه نظري الجزء الثاني بيبقى اصعب من الجزء الاول، خصوصا لو الجزء الاول حقق نجاح. بتبقى داخل بتحمل بالنجاح الاولاني، بتحمل بتوقعات كبيره جدا بتاعت الجمهور، ودايما خيال الجمهور اطلاقه في 20، يعني بيبقى متخيل ان الجزء الثاني من العمل قد الاولاني 100 مره. فبتبقى داخل على كتافك المخرج المؤلف احنا ممثلين ازاي هتقدر تجاري هذا التوقع، الاكسبكتيشنز العاليه دي، ازاي هتقدر تحققها، ازاي هتقدر تشبع رغبه يعني ينبسط بنفس انبساط الجزء الاول، مش ولو بسط، انا اسف، ولو بسطته نفس انبساط الجزء الاول مش هينبسط. هو عايز يعني زي جرعه اسيد. بتبقى بالنسبه لي كممثل لما بتبقى شخصيه ناجحه جدا مع الناس، شخصيه صعبه، فبتبقى انت سؤالك دايما هعمل ايه تاني؟ يعني ايه اللي ايه الجزء في الشخصيه دي او ايه الزاويه اللي ما اتشافتش في الجزء الاول؟ يعني بحيث لو شفت الجزئين الشخصيه تكتمل عندك. فدخول الجزء الثاني على نجاح الجزء الاول بيبقى اصعب بكتير طبعا. مرتين. والاختيار يا استاذ بالظبط. محمد زكي وكالت رويترز. فيلم مصري معمول بكاميرا موبايل بدات تكنولوجيا حديثه ممكن تبدا صناعه السينما المصريه زي ما بنشوف في امريكا وهولندا. هل استاذ كريم ممكن يصور فيلم على كاميرا موبايل؟ ممكن جدا. في مهرجانات طبعا. اقول لحضرتك على حاجه، اي تطور في السينما احنا هنعمله. يعني اقصد ده النهارده عندنا افلام في مصر تصور بالكاميرا الفايف دي. هي كانت فوتوغرافي. صورنا افلام في مصر بالفايف دي. والناس كانت مستغربه ان حجم الكاميرا قليل، احنا متعودين على حاجات. اللي خلينا نصور فيلم بالفايف دي. نصور فيلم بالموبايل. فندم؟ شوفوا سمات جديده بكاميرا الموبايل. ممكن طبعا. في مهرجانات لافلام الموبايل بالمناسبه طبعا من 12 سنه. السلام عليكم. رنا عطوفة هنا، ليموني سكريبت رايتر من السعودية. عندي كان أسئلة كثير لكن هأختص وأستريحها. طول الأسئلة بتجاوب الورق السكريبت، لازم اقرا لحد استاذ احمد مراد لا تتمتع على يده. ايش غير فيك؟ لانه هو غير حياتي تماما، فبعرف ايش غير فيك. واسمح لي من خلال هذه اللحظه ان احنا نرسل له تحيه وتسليمه طبعا. شكرا. هقول لك على حاجه، انا هقول لك ازاي عملت الفيل الازرق. اتصلت بالاستاذ مروان قلت له انا عايز اعمل معاك. فقال لي لما يبقى معانا ورق ان شاء الله. المهم اربع ايام لقيت الاستاذ مروان قال لي سبحان الله انا معايا موضوع جديد وخفيف جدا وعايزك تقرا خد فكره. قلت له تمام. فالروايه جات لي كانت مكتوبه بالقلم الرصاص بخط ايد احمد مراد، لسه ما كانتش طبعت روايه في الشروق. فقريت الفيلم وجالي يعني الفيلم عجبني جدا بس مرعوبه في الخطوه. فكلمت الاستاذ مروان قلت له انا هعمل الفيلم. قال لي لا انت مش هتعمل فيلم. قلت له انا عارف احنا اصحاب بقى لنا 25 سنه
لا مش هتعمله يعني. بص عندنا افلام ثانيه ما تعطلنيش وقلت له انا هعمل فيلم ده. عجبتني الروايه جدا جدا وقلت بص انا هعمل الفيلم ايه على وعلى اعدائي واحنا ورصاصنا. لا الفيلم غير فيها كتير سواء استاذ احمد مراد سواء استاذ مراد سواء الفيلم نفسه الروايه. خليتني اكسر بوكس، خليتني اكسر صندوق، جرأتني، خليتني اخرج من حته كنت خايف اخرج منها، فتحت لي ابواب. فكره ان الفنان يتجرب في تقديم مواضيعه انا شايف دي من اهم النقط عند الفنان. بس هقول جمله اخيره وقلتها ساعتها، النجم الحقيقي للفيلم كان الجمهور. ان الجمهور يستقبل فيلم رعب في العيد مدته مش قليله بدون بسمه، الجمهور كان هو النجم اللي يستقبل ده، وده اللي خلانا نفكر لا في جمهور جديد وبيفكر بشكل جديد. يعني تقدمي فيلم رعب في العيد مدته مش قليله كانت مغامره بصراحه كبيره. صحيح انا طماعه وهستغل سؤال كمان، هل ممكن نشوفك في فيلم سعودي مصري؟ طبعا. هل ممكن اكون انا اللي بكتب الفيلم ده؟ اتمنى يا فندم. شكرا. ايوه الجانب اللي بقى هنا يا استاذ هنا او ايوه الصف الثاني ولا الثالث؟ الصف الثاني. الصف الثاني يعني انا مش عايز يوم. مساء الخير، مبروك يا جميل. انا محمد ادري، صحفي في الدستور ومعد لكم في الحياه. اولا عندي سؤالين لكريم. اول حاجه، في نقطه يمكن الكل لامسها مع كريم، كريم نادر او خالص في الظهور الاعلامي ان حد في اعماله مثلا اختيارات مفيش مكالمه او مداخله تليفونيه عنه تتصل. ففي استراتيجيه عند كريم في التعامل في التصريحات او كده احب اعرفها، واكيد ليك دوافع هنعترفها. السؤال الثاني، انا حابب جدا العلاقه بينك وبين الاستاذ وائل عبد الله، معظم تاريخك معاه، وعرفت ان في فيلم 2022، انا عايز اعرف الشغل معاه عامل ازاي وليه كملت معاه الفتره دي كلها وايه الفيلم اللي لسه جاي. تمام. بص فكره ان انا قليل فعلا في الظهور الاعلامي عندك حق فيه. انا عندي بس حاجه حضرتك، انا ما بحبش اظهر غير بعمل غير بمشروع. عدم ظهوري في الاختيار اثنين، كنت بصور كده وكده وكنت خلاص ابتديت اتشغل وبصور، كنا مسافرين فمش عارف اروح البرامج ومش عارف احضر اي لقاء في المسلسل. بس هقول لك على حاجه، يعني سبحان الله اول ما مثلت في 97 كان في ادوني جائزه احسن وجه كده، وكان موجود في المكان الراحله العظيمه فتحي. عرفت ان مدام فتحي موجوده فجري، فسلمت عليها وقلت لها ازي حضرتك يا مدام فاتن، انا عملت مسلسل. قالت لي انا على فكره ما شفتك السنه دي في رمضان وانت كويس، بس انا عايز اقول لك على نصيحه. طبعا قالت لي عايز تبقى ممثل وتبقى مشهور يعني تخش البيوت. قلت لها حلم حياتي. فقالت لي اقعد في بيتكم. انا قلت شوف الجيل المحترم يا استاذ طارق، انا مش نافع كممثل بس مش عارف تقولها لي، فبتقولها لي بشياكه يعني. فسكت. قلت لها عطلت. قالت لي يعني لو اتعزمت على 10 افراح روح فرح واحد، افرض مزاجك مش كويس مش حلو، ما تخليش الناس تاخد عنك فكره وحشه. فسبحان الله بستلم جائزتها السنه دي على اسمها يعني. فانا خدت الكلمه دي بقى من عندك ما زادش خالص، ولا حتى في الفرح لوحدي. علاقتي بوائل عبد الله، وائل اخويا وحبيبي وصاحبي، وبيننا رحله، واول منتج قدمني كبطل في الصناعة في ليه خليتني احبك، وبيننا افلام فاتت وبيننا افلام جايه، وفي حاجه ان شاء الله هتبقى 2022 طبعا ان شاء الله. جبت لك الجمله بس ترند. جبت ترند. ابو رساد يا فندم، هل يجري عرض انتاج غير مصري تصوير خارج مصر؟ هل يجري انتاج او عرض انتاج مصر غير مصري وخارج مصر منتج غير مصري؟ هل جاك هذا؟ لان انت ما انتجت
تقبلني شيء صار. يعني حضرتك جالي فيلم ولا انا عملت؟ لا جالك فيلم. لا لا مش كلمه بقى ونروح فين. شكرا. شكرا. طبعا حاضر تفضل. شكرا كثير. كان في حد رفع ايده فعلا. انا كريم هاشم جريده الفجر الحقيقه برحب باستاذ كريم واستاذنا الكبير واستاذ طارق وعندي سؤالين لاستاذ كريم. هل الباشا ما زال تلميذ ولا خلاص؟ تاني حاجه وعايزك تجاوبني بصراحه جدا، هل في اعمال انت عملتها وبعد ما اتعرضت تجاريا في السوق يعني كان في نسبه ندم بسيط او ما عجبكش السوق؟ شكرا. ده اللي عايز يسال. لا لسه طبعا تلميذ لسه ولا ما وصلتش ل 40. في سؤال يعني مشكله ده. هل في عمل بعد ما نزلت التجاريه؟ لا الحمد لله مش انا اعمالي قليله جدا لكن الحمد لله بفضل ربنا لا انا ما قدمتش على عمل وانا اختيارات لما تقيل يعني واقعد افكر كتير واقعد عشان كده تلاقي حتى اعمالي قليله جدا فالحمد لله الى الان ما وصلتش لده. بس استاذ طارق احنا سيبنا سؤال واحد كويس. انا نجم طبعا الاستاذ كريم عبد العزيز بقول لك جميل. طيب جميل حسين الجيني دي مرزق الاستاذ عبد العربي وصاحب جريده الدستور. بقول لك مبروك تستاهل التكريم كل سنه نتمنى نشوفك مكرم باعمال مهمه. سؤالي خاص بالاعمال الدينيه والاعمال التاريخيه. بنشوف دايما اعمالك كلها بتتكلف ملايين بنشوف الانتاج ضخم بس ليه ما بنشوفش ده؟ ما بنشوفش كريم في عمل ديني او عمل له علاقه بالتاريخ التاريخ المصري او التاريخ الفرعوني وكده. شكرا جزيلا وبقول لك مليون مبروك وتحيه للاستاذ طارق الشيخ. شكرا جدا لحضرتك الله يبارك فيك. ما تعرضش عليا يعني ما تعرضش عليا فيلم ديني او فيلم تاريخي. فيلم كيلو وكان فيلم تاريخي تقدر تصنفه جزء تاريخي بيتكلم على مصر سنه 19 والانجليز والاستعمار وساعه زغلول مصنف تاريخي جدا. لكن انا فاهم يعني التاريخ اللي حضرتك توصفه. ما تعرضش عليا الى الان لا ديني ولا تاريخ، لو تعرض هنعمله فورا. بس الى الان ما تعرضش عليا. شكرا. السؤال قبل بعد الاخير حضرتك لابسه ايه؟ فين المايك؟ المخرج الكبير وعم كريم الاستاذ عمر عبد العزيز ننهي بها هذه الاسئله.
بشكرك انك حطفت العائلة عبد العزيز واحترمت الاسم ومشيت عليه. انا طبعا شاهدت فيك مدروحة، لكن اتمنى السنة كان شوف افلام وافلام وافلام، وانا اسعد حاجة بحبها فيك انك